أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. القدس العربي واشنطن ترفض منح وزير الخارجية الإيراني تأشيرة لحضور اجتماع مجلس الأمن في الأمم المتحدة. المدى رئيس الجمهورية يتسلم نسخة من العقوبات المقترحة على العراق. العرب الجديد، بريطانيا تخفض عدد العاملين في سفارتيها في إيران والعراق. كتابات: طبول الحرب تدق، 52 مقاتلة أمريكية تستعد ل 52 هدفا إيرانيا. العرب اللندنية، الانحياز لطهران يضع العراق على طريق إيران ولبنان. عربي 21، رئيس الأركان الأمريكي، الرسالة المتداولة بشأن العراق مسودة. أما الحرة عراق، القوات الأمريكية المتجهة نحو الشرق الأوسط تمنع من اصطحاب الأجهزة الإلكترونية الشخصية. ننتقل مشاهدينا من العناوين إلى المقالات، ونبدأ بمقال من صحيفة العرب الجديد للكاتب إياد الدليمي، كان في نصه: يبدو أن حادثة اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ومعه نائب رئيس هيئة الحشد في العراق أبو مهدي المهندس ستكون بداية لمرحلة أكثر قلقا تعيشها المنطقة عموما والعراق بشكل خاص. ليس لأن الحادثة وقعت في العراق حسب، وإنما لأن العراق في الأصل كان ساحة الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران منذ مجيء الرئيس دونالد ترامب إلى الحكم. لا يبدو العراق اليوم في وضع يسمح له بالنأي بنفسه عما يجري بين واشنطن وطهران، فالحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، والتظاهرات التي سبقت حادثة المطار أوصلت العملية السياسية برمتها إلى حالة انسداد سياسي. لم تفلح معه كل محاولات القوى السياسية والحزبية والميليشياوية في التعامل معه وفك عقده المتراكمة. والعراق أيضا يعيش في ظل حالة ضعف للدولة بكل مفاصلها وهيمنة شبه كاملة من الميليشيات التابعة لإيران أو ما تعرف بالفصائل الولائية على قراره السياسي والاقتصادي، ما يجعل منه خاصرة رخوة ستسعى فيها إيران لترد على أمريكا، ما يعني أن العراق مقبل على مرحلة ربما قاسية. لكن في خلفية المشهد تتظاهر أغلب المدن العراقية منذ أكثر من شهرين، ونجحت التظاهرات في كسر طائفية مقيتة ظلت مهيمنة على الخطاب الشعبي والإعلامي السياسي، وأيضاً كسرت معها حدوداً كثيرة رسمتها العملية السياسية في العراق منذ احتلاله عام 2003، وحتى ما قبل تلك التظاهرات التي قد تشكل فرصة للعراق للخروج من أتون المعركة المنتظرة التي تسعرها طهران وواشنطن. العراق أغلى من سليماني، أيها البرلمانيون والساسة، لمرة واحدة على النواب العراقيين أن يثبتوا أنهم ممثلون حقيقيون للشعب، وأن يطرحوا أجندة تبعد العراق عن صراع سيأكل ما تبقى من أخضر في يابس، بلد أكلته الحروب والاحتلالات. يقول الكاتب ماجد السام الرائي بمقالة في صحيفة العرب اللندنية: يمر العراق بمرحلة تحول كبرى على يد شباب الانتفاضة في آخر فصول المعركة مع إيران وميليشياتها التي فقدت قدرتها على التماسك، فاستغلت قصة الهجوم على السفارة الأمريكية ببغداد لتخلط الأوراق وتفكك ساحات الاعتصام. ولكن ماذا عن مسلسل الجرائم التي اقترفتها إيران ضد العراقيين منذ الأيام الأولى لعام 2003 برعاية أمريكية في تعقب واقتناص وقتل قادة الجيش الوطني العراقي وطياريه الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية بين 1980 و1988، وكذلك نخب العلماء من المهندسين والأطباء والأساتذة،
وانتشرت السجون خصوصا في بغداد وفق البرنامج الإيراني للتصفيات بإشراف قادة من الأحزاب وبأدوات الميليشيات المسلحة، ومورست فيها أبشع أنواع التعذيب من بينها القصص المرعبة حول القتل بالدريل، وهو آلة ثقب حديدية بإشراف وزير الداخلية الأسبق علي بيان جبر حسب ما أشاع حوله. دخل فصل جديد من تصفيات عشرات الألوف من المدنيين العراقيين بعد رحيل القوات الأمريكية من العراق عام 2011 تحت غطاء الحرب على داعش والاتهام الجائر ضد أبناء المحافظات العربية السنية، بعد تمكن الميليشيات الموالية لإيران من الهيمنة على المفاصل الأمنية والعسكرية في تلك المحافظات في محاكاة للحرس الثوري الإيراني، فتم منع غالبية المواطنين من العودة لديارهم، ومدينة جرف الصخر واحدة من أمثلة تلك الفظائع حيث تحتوي على السجون السرية ومنع أهلها من العودة إليها دون أن تتدخل ممثلية هيئة الأمم المتحدة ببغداد وهي المتهمة بالتواطؤ مع حكومة بغداد. يبدو أن لعنة العراق تلاحق حكام إيران، وقبل أن تأتي اللحظة التي يراجع فيها سليماني ما اقترفه من جرائم ضد العراقيين والسوريين أخذ جزاءه العادل. إذا أردت أن تعرف كيف تدار السياسة في بلاد العجائب التي كانت تسمى بلاد الرافدين قبل أن يستحوذ عليها السيد نور المالكي، فإن الحديث المسرب الخاص برئيس البرلمان محمد الحلبوسي والذي قال فيه إن البرلمان اليوم شيعي تكفيك لتقف على أبعاد الانهيار التام لمفهوم الدولة ومؤسساتها وإداراتها. هذا ما جاء في مقال للكاتب علي حسين في صحيفة المدى. تفاصيل ما قاله الحلبوسي لا يمكن أن يقولها مسؤول سياسي في بلد يحترم فيه المواطن، فأن يعترف رئيس البرلمان بأن قرار البرلمان بقطع العلاقات مع أمريكا هو قرار كتلة سياسية واحدة فقط، ثم يضيف ربما لا نستطيع دفع الرواتب، ومع هذا فإن الحلبوسي مطمئن إلى أن حكمة عادل عبد المهدي يمكن أن تقود البرلمان إلى بر الأمان. تخيل رئيس وزراء مقال بأمر الشعب توكل إليه مهمة مصيرية، وهو الذي امتنع على مدى ما يقارب 3 أشهر عن الحضور إلى البرلمان لمناقشة طلبات ساحات الاحتجاج. أما إذا أردت أن تعرف حالة الانفصال بين الشعب والقوى السياسية فأتمنى عليك أن تقرأ تصريح كتلة سائرون التي تخبرنا بأن العقوبات الأمريكية ليست غريبة على هذا الشعب الذي تعود على الحصار، ولهذا مطلوب منه أي الشعب وليس الحكومة أو البرلمان أن يطور قدراته الذاتية ما بين حانة محمد الحلبوسي ومانة سائرون. نكتشف بوضوح أن الحكومة والبرلمان ومعهم القوى السياسية لم يفهموا الشعب حتى هذه اللحظة، ويصرون على أن يحشر العراقيون في زاوية ضيقة تجعلهم يقولون ليس في الإمكان أحسن مما كان. ماذا نريد أن نعرف بعد ذلك؟ الصناعة صفر، الزراعة جعلونا نستورد حتى البصل، الثقافة صفر، التربية توزع أموال الكتب على أحباب رئيس مجلس النواب، الإسكان بلا مشاريع، الاستثمار متوقف حتى إشعار آخر، أما التنمية في خبر كان. يبدو أن حدود الرد الإيراني والرد المقابل سوف تبقى نهاياتها مفتوحة إلى حين، لكن أين ومتى؟ وما طبيعة فعل الرد الإيراني المقبل؟ سؤال طرحه الكاتب مثنى عبد في مقال بصحيفة القدس العربية. تبقى مسارات الرد الإيراني بعد خط الشروع غير تلك التي ستكون في لحظة الانطلاقة الأولى، فوسائل وطبيعة الانتقام الإيراني في المرحلة التالية ستتغير تبعاً للرد الأمريكي على تحركهم الثأري. فالرئيس الأمريكي كان واضحاً في القول: دماء مواطنينا مقابل دماء مواطنيكم، لذا يمكن أن يكون هنالك استهداف إيراني للجنود الأمريكان، لكنه سيكون بالطريقة التي لا تجرهم إلى حرب واسعة ومباشرة. فخامنئي حريص على الانتقام،
لكنه في الوقت نفسه أكثر حرصاً على ديمومة واستمرارية النظام القائم، وهي معادلة صعبة جداً كي يكون الرد بحجم الخسارة مع أن تكون الحسابات قائمة على عدم الانجرار إلى حرب كبرى. طهران تعلم جيداً أنها مهما امتلكت من قوة ومن رباط الخيل لن تكون بمستوى ما تملكه واشنطن، وأن التصعيد من جانبها سيكون عندما تضرب مصالح أمريكية من داخل أراضيها. هنا ستختلف قواعد الاشتباك كثيراً. أعلن البيت الأبيض أن هنالك 52 هدفاً منتخباً سيتم ضربها داخل إيران، كما أن رفع الجهوزية العسكرية الأمريكية مؤخراً يضع الرد الإيراني في خانة الأقل ضرراً. إن حوادث الاغتيال المعروفة عبر التاريخ أشعلت غالبيتها حروباً واسعة وكبيرة، وأن موضوع الانتقام والثأر في الشرق الأوسط خاصة حالة معقدة ولها القابلية على البقاء في حالة تفاعل لفترات طويلة من دون أن تمحى من الذاكرة. من جرو إلى جرو مدلل هو حال بريطانيا في علاقاتها مع الولايات المتحدة، كما ترى صحيفة الجارديان في افتتاحيتها. وقد يعزي بوريس جونسون نفسه أن التاريخ لا يعيد نفسه عليه ألا يفعل، فالأزمة في الشرق الأوسط هي أكثر التهاباً وخطورة من تلك التي واجهها سلفه. فعلى خلاف بلير، لم يجرب ساكن داونينج ستريت الحالي الحرب، ويتعامل جونسون مع رئيس أمريكي غير مستقر نرجسي وبلطجي هو دونالد ترامب أكثر من تعامل بلير مع جورج دبليو بوش. فعدم إخبار البيت الأبيض لجونسون بالقرار المتهور الذي اتخذه لقتل ثاني أهم رجل في الجمهورية الإسلامية بعد آية الله خامنئي يعطي صورة أن جونسون لا يهم كثيراً بالنسبة لواشنطن. وترى الصحيفة أن جونسون يواجه أول امتحان في سياسة بريطانيا الخارجية بمرحلة ما بعد البريكسيت. وعلى خلاف جورج دبليو بوش، فلن يعطي ترامب رئيس الوزراء البريطاني تجنب أي حرب قادمة، ومساعدته غير مجانية، ويتوقع منفعة متبادلة والقفز مع الولايات المتحدة في حرب لا تريدها بريطانيا، هو الثمن الذي على جونسون دفعه للحصول على اتفاقية التجارة مع أمريكا بمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وحذرت الصحيفة من مخاطر انحراف رئيس وزراء بريطانيا عن مواقف الرأي العام، فقد تعرض بلير للسخط لأنه أصبح كما قيل جرو أمريكا، وهذه المرة قد تخاطر بريطانيا وتصبح الكلب المدلل. الصحيفة أكدت أن بريطانيا لن تنتفع من خروج متهور من الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تقوم فيه ببيع نفسها إلى المغامرة المتهورة التي يقوم بها دونالد ترامب مع إيران. قتل قاسم سليماني، ثلاث كلمات أنجزت من الأيام الأولى للعشرية الثانية للقرن. تعريف العقد المقبل في الشرق الأوسط من الصعب التخيل حدثا يتجاوز في نتائجه الأثر الذي سيتركه غياب قاسم سليماني عن المسرح، بل عن المسارح الكثيرة في الشرق الأوسط، وفق الكاتب نديم قطيش في صحيفة الشرق الأوسط. مقتل سليماني هو إسقاط لهذا الحصن الذي تحصن به الإيرانيون، وبه حصنوا مشروعهما التوسعي والتخريبي في المنطقة. فلم تعصم الصفة الرسمية الدولية قاسم سليماني من المطاردة والقتل، مثل بن لادن أو البغدادي أو أبو مصعب الزرقاوي، وهذا إسقاط استراتيجي لواحدة من قواعد التعامل مع الإرهاب. جزء رئيسي من اطمئنان سليماني هو هذا الغموض بالذات، وهذه الصفة الدولية بالتحديد. وهنا الجديد في قرار تصفيته من قبل الأمريكيين. قتل سليماني في نهاية رحلة أتت به من بيروت، حيث التقى نصر الله قائد ميليشيا حزب الله، ثم دمشق حيث التقى من التقى، ثم بغداد حيث كان في استقباله أبو مهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي والرئيس الفعلي لها. ماذا يفعل جنرال إيراني بصحبة قائد ميليشيا في دولة أخرى على أرض ليست إيرانية؟
آتيا من اجتماعات مع قادة ميليشيات في دولتين أخريين على الأقل. ويرى الكاتب أن سليماني لم يكن قائدا لمهمة وحسب، بل كان هو المهمة نفسها. قاسم سليماني هو المشروع نفسه حسب الكاتب، ويقول إنه يلتحم عند هذا المشروع الإمبراطوري من المشروع بالديني والعقائدي. هو المشروع وهو الخمينية في حالتها القصوى، وما أردي في بغداد هو المشروع نفسه داخل إيران قبل أن يكون خارجها. أعلنت شركة أجيليتي روبوتكس الأمريكية الناشئة أن روبوتها ديجيت ذا القدمين معروض الآن للبيع، وقد اشترت أول وحدتين منه أو بيعت أول وحدتين منه لشركة فورد لصناعة السيارات. والروبوت ديجيت هو تقريبا بحجم وشكل الإنسان البالغ الصغير، يستطيع التنقل في البيئات بشكل شبه مستقل بمساعدة تقنية ليدر وأجهزة استشعار أخرى، ويمكنه أن يحمل بذراعه صناديق يصل وزنها إلى 18 كيلوغرام. وتقول شركة أجيليتي روبوتكس إن الروبوت يمكن الاستفادة منه في خدمات عديدة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والمستودعات والتفتيش الصناعي. تابع معنا بعض صور الكاريكاتير التي اخترناها لكم من صحف اليوم. صدى أقلام. انتهى مشاهدينا الكرام، نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. في أمان الله.